بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الصائمون المعتكفون، فهذا هو 22 أيام شهرنا المبارك رمضان لهذا العام 1445 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن مقبلون على ليلة 23 منه. تمضي هذه الأيام سراعا وتنقضي تباعا، وسيرع الخيرون والموفقون للطاعة والصالحات في نيل عفو الله ومغفرته ورضوانه. وما أنتم معشر المعتكفين في هذا السبيل إلا من أولئك المسابقين في هذا الباب العظيم والمضمار المبارك في شهر رمضان. اعلموا وفقني الله وإياكم أن من أجل العبادات في هذا الشهر المبارك، شهر الخير والبركات، عبادة الاعتكاف التي شرعت لأجل اغتنام الفضائل والتعرض لنفحات الله، وفي العشر الأواخر من هذا الشهر خاصة. وهذه الدقائق المعدودة التي نجلسها سويا رعاكم الله حديث عن حقيقة الاعتكاف، يتضمن جملة من المسائل والوصايا التي نتدارسها ونتواصى بها، عل الله عز وجل أن يشملنا جميعا بفضله وعفوه ورحمته وإكرامه. أولا، الاعتكاف عبادة عظيمة ومن أجل القربات التي يتقرب بها العبد لربه، وهو سنة في رمضان بإجماع العلماء، حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده، وهذا من أدلة مستند الإجماع. وفي صحيح البخاري أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. ومرد ذلك كما في الرواية أنه كان حين يلقاه جبريل عليه السلام يعارضه القرآن، فلما كان العام الذي قبض فيه عارضه مرتين. قال أهل العلم: فكان هذا مناسبا لمضاعفة الاعتكاف أيضا من 10 ليال أو من 10 ليال إلى 20، لأجل مضاعفة عرض القرآن الذي كان مع جبريل عليه السلام. ومبدأ الاعتكاف كما في الصحيحين أيضا عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10 الأول من رمضان، قال: واعتكفنا معه. فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن الذي تطلبه أمامك. ما الذي كان يطلبه عليه الصلاة والسلام؟ تحري ليلة القدر. قال: إن الذي تطلبه أمامك. قال: فاعتكف 10 الأوسط واعتكفنا معه. فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن الذي تطلبه أمامك، يعني ليس في 10 الأول ولا في 10 الأوسط. قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا صبيحة 20 من رمضان فقال: من كان اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم فليرجع، يعني لا يخرج من معتكفه. قال: فإني أريت ليلة القدر وإني نسيتها وإنها لفي 10 الأواخر في وتر. وللحديث بقية أخبر فيها صلى الله عليه وسلم عامه ذلك أنه رأى من علاماتها أنه يسجد صبيحتها في ماء وطين، فكانت ليلة 21، وفي رواية أخرى في ليلة 23. هذه أولى المسائل يا كرام في بيان مشروعية الاعتكاف وهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم فيه. ثانيا، ذكر الله تعالى العاكفين مع الطائفين والمصلين الركع السجود في كتابه، دلالة على أن عبادة الاعتكاف عبادة وقربة جليلة، أسوة بالطواف والقيام والصلاة ركوعا وسجودا. قال الله سبحانه:
وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، كما دل ذلك أيضا على أن عبادة الاعتكاف من شعائر العبودية ومعالمها العظام التي لأجلها بني البيت العتيق، ولأجلها أمر الخليل عليه السلام ببناء الكعبة وبتطهير البيت الحرام بنص الآية: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، كالطواف والصلاة سواء بسواء. والمقصود بالعاكفين في الآية المقيمين بالمسجد الحرام مجاورة فيه للقربة والطاعة. وإن فسره بعض السلف في الآية الكريمة بأن العاكفين أهل مكة المقيمين بها في مقابل الطائفين الغرباء القادمين إلى البيت الحرام فيطوفون وينصرفون، وهذا كمثل قوله تعالى في سورة الحج: سواء العاكف فيه والباد. والمقصود بالعاكف المقيم فيه وهم أهل مكة والمجاورون بالحرم، والباد النائي عنه البعيدة داره القادم إلى مكة نسكا حجا أو عمرة أو أياما معدودات. فدل ذكر الاعتكاف والعاكفين في كتاب الله الكريم على أنها عبادة عظيمة اقترن فيها هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فاكتسبت هذه العبادة الجليلة المكانة العظيمة بين عبادات الإسلام. ثالثا، الاعتكاف أيها المعتكفون الانقطاع ولزوم المسجد لطاعة الله والتفرغ لذلك. الاعتكاف انقطاع عن الاشتغال بالخلق وتفريغ القلب من أمور الدنيا والاشتغال بالله وحده سبحانه، والتفكر في تحصيل مراضيه والبحث عن أسباب رضاه وما يقرب منه، فيصير أنس المعتكف بالله بدلا عن أنسه بالخلق. الاعتكاف لزوم المسجد بيت من بيوت الله لطاعة الله والتفرغ لعبادته. فالاعتكاف إذن مرابطة، مصابرة، مجاهدة للنفس واجتهاد في طاعة الله. وتأملوا هذا جيدا، الاعتكاف انصراف عن الشواغل والصوارف وتفرغ للطاعة والعبادة. أيها المعتكفون، هما أمران لا يجتمعان، الاجتهاد والانشغال، الاجتهاد في طاعة الله والانشغال بالشواغل. ومن فقه الاعتكاف علم أنه الأول، أنه الاجتهاد وليس الانشغال. الاعتكاف ترك الشواغل بكل صورها حسا ومعنى. فالشواغل الحسية تركت، فترك البيت والزوجة والأولاد، تركت الوظائف وطلب الرزق والمعاش، ترك الجيران والأقارب، فترك المرء داره وبيته وأتى بيت الله. هذا ترك حسي للشواغل، ولا بد أن يصحبه الترك المعنوي أيضا للشواغل، شواغل القلب، شواغل الفكر، شواغل الهم، شواغل النظر والسمع، شواغل اللسان، هي أيضا ينبغي أن تقترن مع ترك الشواغل الحسية سواء بسواء. هذا هو الاعتكاف، التفرغ التام لطاعة الله، الاجتهاد. ولا يجتمع مع الانشغال، هما نقيضان لا يجتمعان، فإما هذا وإما ذاك. ومعنى مفارقة الهموم مفارقة شواغل القلب والفكر كما أسلفت، شواغل النظر والسمع واللسان. فالمعتكف ببدنه دون عقله وقلبه وجوارحه لم يفقه حقيقة الاعتكاف. ليس المطلوب في الاعتكاف أن يكون المعتكف حاضرا ببدنه، منشغلا بقلبه، منشغلا ببصره، بلسانه، بسمعه، بسائر جوارحه. كمثل من يقضي وقته في معتكفه منشغلا برفقته والحديث معهم ومجالستهم، أو بشاشة جواله رسائل ومحادثات ومراسلات ومتابعات مستمرة لوسائل التواصل الاجتماعي، بل ربما كان عند بعضهم متابعة أعماله وعماله وسائر شؤون حياته، يقضي فيها كل يوم وليلة ساعات وساعات، يزعم أو يظن أنه معتكف لأنه ترك البيت وفراشه وأتى المسجد. رويدا يا قوم، المعتكف خارج من بيته إلى بيت الله سبحانه،
ليس لتغيير فراش نومه فحسب، بل هو مقبل على بيت الله ضيفا وافدا في بيت الله فليتأدب، وملتمسا للرضا والقبول فليحسن الطلب، وليظهر منه على كل حال صدق الإقبال والتوبة قلبا وقالبا ظاهرا وباطنا. تأملوا هذا الحديث يا كرام الذي أخرج البخاري في الصحيح عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فكنت أضرب له خباء، والخباء الخيمة الصغيرة التي تكون من جلد أو صوف أو وبر. قالت: فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله، فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء فأذنت لها فضربت خباء، فلما رأته زينب بنت جحش ضربت خباء آخر، فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأخبية فقال: ما هذا؟ فأخبر الخبر فقال: آل بر ترون بهن، وفي رواية: آل بر يردن، انزعوها فلا أراها، فنزعت فلم يعتكف في رمضان ذاك العام حتى اعتكف في آخر العشر من شوال، وفي رواية: فترك الاعتكاف ذلك الشهر ثم اعتكف عشرا من شوال. أرأيتم كيف؟ هو سد الاعتكاف، سد لباب الشواغل المنافي تماما لحقيقة الاعتكاف، لأنهما لا يجتمعان. أرجأ صلى الله عليه وسلم اعتكافه ذلك العام لأجل أن رأى أخبية بعض نسائه قد انتشرت في المسجد، ورأى أن ذلك مظنة للانشغال أولا، مظنة لكثرة الترائي بمثل هذا العمل ربما، ورأى في كل ذلك ما لا يتفق مع حقيقة الاعتكاف، فصرف النظر عنه ذلك العام. هما لا يجتمعان، إما تفرغ واجتهاد وانشغال بالطاعة والعبادة، أو الإغراق في الأمور الأخرى والانصراف عنها. فأين هذا ممن يقصد في اعتكافه الاجتماع والمؤانسة والمسامرة؟ وإذا اعتكف في المسجد الحرام أو في أي مسجد بحث عن رفقة يجالسهم يؤانسهم يتحدث وإياهم، فتطول جلسة الإفطار ومثلها السحور، وبينهما الحديث والسمر والجلوس على الطعام والشراب وتبادل الحديث والكلام. ليس هذا تحريما لما أباح الله، لكنه التفات إلى تحقيق العبادة كما أراد الله عز وجل، والنظر إلى جوهرها وسرها وحقيقتها دون الاقتصار على ظاهرها وهيئتها المجردة. رابعا، الاعتكاف أيها المعتكفون عبادة ارتبطت بالصيام وبرمضان، حتى اشترط بعض الفقهاء الصوم لصحة الاعتكاف، والمسألة محل خلاف. وهذا يعني أن الاعتكاف في حقيقته ومقصده متسق مع عبادات رمضان، الصيام والقيام والقرآن من مقاصدها العظام ورأسها تحقيق تقوى الله. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أما القيام فحدث ولا حرج، وكذلك كتاب الله ينبوع تحقيق تقوى الله عز وجل في قلوب عباده. فالصيام في رمضان عبادة النهار، والقيام في رمضان عبادة الليل، والقرآن روحه المشتقة ونبعه المتدفق، فإنه شهره الذي أنزل فيه. ومن لم يفطن إلى أن الاعتكاف جماع تلك العبادات لبلوغ أقصى مقاصدها والظفر بأسمى مراتب التقى في الاعتكاف فما فقه حقيقة الاعتكاف. أيا معشر المعتكفين، ربما كان بعض غير المعتكفين في صدق اجتهادهم صياما وقياما وقرآنا وذكرا ودعاء وخضوعا وإخباتا وبكاء وخشوعا، ربما كان بعضهم أوفر حظا بتحقيق تقوى القلب وصلاحه أفضل من بعض المعتكفين في بيوت الله عز وجل. وهذا والله غبن لكم وغبطة لهم، كيف لا والمعتكف أقرب إلى الباب وأولى بحصول المراد. نعم، فضل الله يؤتيه من يشاء، لكن أجدر بمن وقف على الباب أن يدخل أولا. أنت في بيت الله عز وجل واقف على بابه،
متفرغ جالس عند أعتابه أولى بك أن تكون الأقرب في ذاك المعنى العظيم. ألا وإن من معاني الاعتكاف أيضا ومقاصده العظام التي لأجلها شرع تحري ليلة القدر لأجل إصابتها والبحث عنها ونيل فضلها وبركتها، تلك الليلة التي تتنزل فيها الملائكة وإمامهم جبريل عليه السلام. صح في الحديث أن عدد الملائكة في الأرض تلك الليلة أكثر من عدد الحصى، يسلمون على أهل الإيمان، يؤمنون على دعائهم، وهم يشهدون معهم مجالس ذكرهم ومكان عبادتهم ويؤمنون على دعائهم. وأنت في بيت الله مرابط مقيم صابر مجتهد في الطاعة، فأنت والله أولى بالظفر لإصابة ليلة القدر وتحريها. غيرك ربما انشغل مهما حرص، وربما أقبل لكن ليس كإقبالك، وربما أتى وصبر ساعات لكن ليس كالذي يبقى أياما متتابعات. يا كرام، تحري ليلة القدر هو رأس مال الاعتكاف. فحدثوني بالله، من كان معتكفا ببدنه في المسجد جالسا لكنه في جوف تلك الليالي ليس القدر المنشود في الاجتهاد في الطاعة والعبادة والإقبال على الذكر والدعاء وملء الأوقات النفيسة بأنفس ما يملكه من إقبال صادق على طاعة الله وعبادته، ولربما كان بعض ربات البيوت وذوات الخدور والعجائز في المنازل، بل ربما كان بعض مرضى الفرش والمطريحين عليها والملازمين لها في تلك الأحوال أكثر صدقا واجتهادا في تحري ليلة القدر من بعض من اعتكف ببدنه وانشغل بقلبه وفكره. خامسا، الاعتكاف عبادة كسائر العبادات، شرعت بهيئة ظاهرة وأخرى باطنة. أما الهيئة الظاهرة للاعتكاف فلزوم المسجد بنية الطاعة والقربة لعبادة الله عز وجل. الهيئة الظاهرة للاعتكاف ترك نواقضه وما يفسده كالخروج بلا حاجة والجماع للزوجات ونحو ذلك مما بينته أحكام الشريعة. وهيئة الاعتكاف الباطنة عكوف القلب على طاعة الله وإقبال الفكر والهم على طاعة الله. عكوف القلب إقبال صادق وانشغال بالله عن خلق الله والانهماك في طاعته وذكره والإقبال على مرضاته بأبوابه المتنوعة، ليتحقق للعبد الهيئة الباطنة وبها تحصل أسمى مقاصد رمضان بصيامه وقيامه واعتكافه، وهو تحقيق تقوى الله عز وجل. قال عطاء رحمه الله: مثل المعتكف كمثل رجل له حاجة إلى عظيم فأتاه فجلس على بابه ويقول: لا أبرح حتى تقضي حاجتي. قال: فكذلك المعتكف يأتي بيت الله ولسان حاله: لا أبرح حتى يغفر لي. لن يكون هذا يا كرام ولن يتحقق إلا لمن أحضر قلبه قبل بدنه لما أتى بيت الله ينوي الاعتكاف. فانظر أخي المعتكف إلى حظ قلبك من اعتكافك، فإنه والله رأس مالك، وما سبق السابقون بأبدانهم بل بسير قلوبهم وحظها من طاعة الله وقرباته التي يتقربون بها إلى الله عز وجل. سادسا، في سبيل تحقيق اعتكاف القلوب معشر المعتكفين مع اعتكاف الأبدان، ها هنا خطوات نتوصى بها جميعا. أولها النية، فإنها مبدأ الأمر ومنتهاه. حدثني عن نيتك لما أقبلت معتكفا، ما الذي قادك؟ ما الذي أخرجك من بيتك؟ إن لم تكن نية صادقة في أن تكون أحد الفائزين بعفو الله ورضوانه، أولى العتقاء من النار في هذه الليالي، فائزا بليلة القدر، حائزا على عظيم الأجر والمغفرة، فزت بالثواب غفر له ما تقدم من ذنبه، أن يكون من نيتك التأسي بنبي الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تكون من أولى الناس حفاظا على صومك عن كل ما يجرحه ويخدشه، أن تكون أكثر الصائمين اشتغالا بالطاعة والقربة. فانظر رعاك الله، فهذا رأس مالك وابتداء أمرك نيتك التي قادتك، وإنما الأعمال بالنيات كما قال عليه الصلاة والسلام. ماذا نويت عبد الله في اعتكافك أن تعمل؟ ماذا نويت مع القرآن؟ ماذا نويت مع الصلاة والقيام؟ حضور نيتك قبل مبدأ عملك يفيدك جدا في أمور عظيمة أهمها ثلاثة. أولها
أن تتحرى في نيتك إخلاصك لوجه الله الكريم، وهذا أعظم ما يحصله صاحب النية بنيته في الطاعة. أذهب عنك الرياء والسمعة، أخرجها من قلبك، لا تبقي فيها حظا لأحد، واجعل عملك خالصا لوجه الله الكريم. فإن استعنت بإخوانك ورفقة يعينوك على طريق الطاعة والخير، فتجرد في نيتك من كل الشوائب، ألا تكون مسايرة ولا مشاركة للآخرين، بل يكون القصد فيه الخالص قربة لله عز وجل. ومن فوائد النية ثانيا حصول النشاط في الطاعة وعدم السأم والملل التي ربما سرب الشيطان شيئا منها إلى قلوب بعض المتعبدين، لكن حضور النية وتجديدها باعث على النشاط في أدائها. فانظر رعاك الله إلى أمر نيتك، فإنها تضمر وتذبل وتفتر، فتعاهدها بتجديد الإخلاص وصدق الإقبال على الله عز وجل. ثالثا، وهو من أعظم ما يجنيه أصحاب النيات بنياتهم، حصول ثواب العمل وإن لم يتم العمل لأمر بغير قدرة العبد أو خارج عن إرادته. بمعنى نويت أن تختم القرآن في اعتكافك هذا ختمة أو أكثر، نويت أن تعتكف العشر كلها، نويت أن تكون فيها مجتهدا في الطاعة والصلاة والقيام غير مكتف بصلاتك مع إمامك، بل تملأ ما بين الصلوات صلوات وبين الذكر ذكرا وبين الدعاء دعاء، نويت كل ذلك، ثم في اعتكافك أدركك الأجل فكان أجلك أقرب من عيدك، حصل أجرك ونلت ما عند الله بكرمه سبحانه لأنك صدقت في نيتك مع الله. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. ماذا نويت في اعتكافك؟ انوي، هذه تجارة العقلاء العلماء، النية النية. أدركك مرض لا قدر الله في اعتكافك، أقعدك، ارتفعت بك الحمى، أنهكك، فأجهدك، فما استطعت أن تقوم كما تحب ولا أن تقرأ القرآن كما نويت، حتى مضت بك الليالي وربما امتد بك ذلك إلى العيد. لا تحزن، لا والله، ما يفوت أجرك عند الله وهو الكريم سبحانه، وأنت في رحاب بيته لأنك صدقت في نيتك مع الله. يقول عليه الصلاة والسلام: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. خرجوا في غزوة تبوك فقعد بعض المعذورين الذين عذرهم الله عز وجل في كتابه: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. قعد بعض ذوي الأعذار فما اشتركوا في غزوة تبوك، فلما قفل عليه الصلاة والسلام راجعا قال لأصحابه حديثا أدهشهم وأدهشنا نحن من بعدهم، قال: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا نزلتم واديا إلا كانوا معكم بالأجر. حبسهم العذر، قالوا: يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة يا قوم، والله إنا لنبلغ بنياتنا ما لا تبلغه أعمالنا. فاصدقوا مع الله، فاجعل في أول ما تستعين به في اعتكافك لتحقيق مرادك مع الله وتنال مطلوبك في أعظم وجه تحصله وتتمناه وترجوه وفوق ما ترجوه، صدق نيتك مع الله عز وجل. أيضا من الأمور ثانيا مما تعين على تحقيق اعتكاف القلوب والبدن والجوارح معا، القرآن. القرآن كلام الله جل وعلا، أعظم ما يشتغل به المعتكف في اعتكافه كتاب الله، قراءة وتدبرا، تأملا وتفكرا، ختما ونظرا وترددا، قراءة واستماعا. المعتكف أوفر الناس حظا بالاشتغال بكتاب الله عز وجل، لأنه أوفر الناس وقتا وأحراهم أيضا بنيل ما عند الله عز وجل والتأمل في كتابه الكريم. أما الحديث عن كتاب الله وأثره في القلوب وإحيائه لها وأثره العظيم في تحريك معاني الإيمان، شيء فوق الوصف ولا يسعه مجلس كهذا. وما أجمل ما قال ابن القيم رحمه الله:
ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل فيه وجمع الفكر على معاني آياته، فإنها تطلع العبد على معاني الخير والشر بحذافيرها وعلى طرقاتهما وأسبابهما وغاياتهما، وتتل في يده مفاتيح كنوز السعادة والعلوم النافعة، وتثبت قواعد الإيمان في قلبه، وتشيد بنيانه، وتوطد أركانه، وتريه صورة الدنيا والآخرة والجنة والنار في قلبه، وتحضره بين الأمم، وتريه أيام الله فيهم، وتبصره مواقع العبر، وتشهده عدل الله وفضله، وتعرفه ذاته وأسماءه وصفاته وأفعاله، وما يحبه وما يبغضه، وصراطه الموصل إليه، وما لسالكيه بعد الوصول والقدوم عليه، إلى آخر ما قال رحمه الله في عظيم ما جمع الله عز وجل في كتابه لمن أقبل على تلاوته وتدبره وفهم معناه والتفكر فيه. ليكن حظك من القرآن عبد الله في اعتكافك شيء أعظم وأرقى من مجرد تلاوته وختم آياته وتتابع سوره، وإن كان ذاك محصل لأجر التلاوة وحسناتها وبركاتها، لكن المطلوب الأعظم إنما ينال بدرجة أعظم من إعطاء قلبك حظه أيضا من كتاب الله، كمال لسانك منه حظ بالتلاوة، وحظ قلبك النظر التدبر الفكر في المعاني، إعمال القلب في تلك الآيات البديعة التي جعلها الله ربيعا لقلوب أهل الإسلام. صحبة القرآن يا كرام تتجاوز مسألة التلاوة والختم المتتابع إلى إمتاع القلب وإيناس الروح بما أودع الله في كتابه. ربما مرت بك الآية فاستوقفتك، فقف ولا تتعجل. ربما أمتعتك سورة فوجدت قلبك حاضرا، فلا تعجل عليه، أبقه في تلك الواحة وتنعم بما في تلك السورة، وأمتع قلبك وروحك بما وقفت عليه من الآيات. قال بشر بن السري: إنما الآية مثل التمرة، كلما مضغتها استخرجت حلاوتها. ولهذا قام النبي عليه الصلاة والسلام بآية يرددها حتى أصبح: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وليت شعري ما الذي قام بقلبه عليه الصلاة والسلام من معاني الآية التي جعلته لا يشبع من تكرارها، فظل يرددها حتى أصبح الصباح ما تجاوزها عليه الصلاة والسلام. هي مراحل يا كرام، هي مواقف تمر بك، وإن هبت رياحك فاغتنمها، فإذا وجدت قلبك حاضرا فلا تعجل، وقف مع السورة ولو طال بك الليل، وانظر في الآية ولو طال بك المقام، فإنها والله أنس القلب وحلاوة الروح وقطف لثمرة تلاوة القرآن من التدبر والنظر في معانيه. ومن أعظم ما يعين العبد على عيش القلب بصحبة القرآن أن يستشعر أنه كلام الله، وكفاك شرفا أن أذن الله لك بتلاوة كتابه، أن جعل الله عز وجل كلامه العظيم شغلا لك تتلوه وتسمعه وتتدبر معانيه، وأنه يخاطبك سبحانه وتعالى بما في كتابه من الآيات. هذا والله من أعظم ما يبعث في القلب معاني التعظيم لكتاب الله العظيم، فيقبل القلب على كتاب ربه عز وجل فرحا مسرورا مستبشرا. قال ابن قدامة رحمه الله: وإن لم يحصل التدبر إلا بترداد الآية فليرددها. ولأهل العلم كلام عظيم في مقام الاشتغال بكتاب الله، حسبنا من القلادة ما أحاط بالعنق. ثالثا، مما يعين على استشعار تحقيق عكوف القلب والجوارح مع البدن في الاعتكاف الاشتغال بعبادة عظيمة هي من وظائف العشر الأواخر في رمضان، وآكد ما تكون للمعتكفين، الدعاء عباد الله. ولما سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ فطنت رضي الله عنها إلى أن الاشتغال بالدعاء من عبادات العشر وتحري ليلة القدر، فانتقلت مباشرة إلى البحث عن أعظم الدعاء وأفضل جمله، فدلها على الدعاء العظيم: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فالدعاء يا كرام مفاتيح نيل المطالب بالدعاء، والعبد المتقرب إلى الله أقرب إلى الإجابة، والمتذلل والمنكسر المفتقر
الذي يظهر فقره وحاجته أقرب الفقراء إلى نيل ما عند الغني الحميد سبحانه. فما بالكم إذا كان هذا العبد الصائم بالنهار، القائم بالليل، الداعي، المخبت، المنكسر، ما بالك إذا كان مقيما في بيت الله لا يبرح، إذا كان معتكفا، إذا كان قد قال بلسان حاله ومقاله: يا رب تركت بيتي وزوجتي وأولادي ووظيفتي ومعاشي، أبحث عن فضلك ورضوانك، وسأل وطلب وألح، أيرده أكرم الأكرمين؟ لا والله. فليحسن العبد في اعتكافه الاجتهاد في الدعاء. ويظن بعض الناس أن الدعاء مسألة حاجة للعبد، ولا يفطن أنه لو جلس في مصلاه مع أخيه الذي بجواره فقام صاحبه يصلي لله ركعتين، والآخر فتح مصحفا يتلو منها آيتين وسورتين وجزئين، في الوقت الذي رفع فيه يديه يدعو يسأل الله يا رب، يظن أنه دونهما في القربة والأجر والعبادة، لأن هذا يصلي وهذا يقرأ القرآن، وأنت عبد الله تلعب، أنت تدعو. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الدعاء هو العبادة، وربك يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ليس من عبث ولا من غير حكمة أن جاءت آية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، أن جاءت متخليلة آيات الصيام في سورة البقرة، وقعت بين قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقوله: أحل لكم ليلة الصيام. وقد لفت النظر إلى هذا بعض الأئمة كابن كثير وغيره رحم الله الجميع. الدعاء من عبادات الصائمين في رمضان، وهي آكد ما تكون للمعتكف. بدعائك استحضر أدب الدعاء، الافتقار والذل والانكسار والخشوع، الفقر والمسكنة، وهذا كله من بواعث تحقيق عكوف القلب على طاعة الله. أدعو وأنت ساجد في صلاة، أدع وأنت صائم قبل الإفطار في أي ساعة من ليل أو نهار، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: للصائم دعوة لا ترد. أدع خلف إمامك مؤمنا على دعائه إذا قنت في الوتر، أدع بين الصلوات والركعات، أدع في وقت تشعر أن قلبك فيه حاضر، والتمس أوقات الفضيلة وأنت ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. في السحر وجوف الليل وثلثه الأخير، حيث ينادى بالعطاء والكرم الرباني: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ يتحرى العبد تلك المواطن. وما زلت أقول: المعتكف أوفر الناس حظا بتلك الفرص. رابعا، مما يعين المعتكف على حضور قلبه في عباداته في اعتكافه مع ما تقدم: الخلوة ومحاسبة النفس. الاعتكاف فرصة للمصارحة والمطارحة، محاسبة النفس من مقامات العبودية التي ترتقي بإيمان العبد في قلبه وتحقيق تقواه. والمعتكف من أوفر الناس حظا، فإنه يجد في اعتكافه متسعا، إذا دعا وقرأ وصلى وقام ودعا يجد فرصة لأن يخلو بنفسه مع ربه، فيصارحه بذنوبه التي أسرف فيها على نفسه، وبالطاعات التي فرط فيها، وبلحظات كان فيها إيمانه ليس كما ينبغي، فيجد في ذلك من مواطن التضرع والإخبات والانكسار بين يدي الله، ليحاسب نفسه فينجو بها. ومحاسبة النفس اليوم أهون من تركها حتى يحين الحساب في موقف عسير تشيب له رؤوس الولدان. خامسا، عبادة القلب جملة يا كرام، وأجلها الخشوع، الخضوع، البكاء، التذلل، الانكسار، الافتقار. عظموا هذه العبادات في ساعات اعتكافكم، فإنها أثمر ما تكون، وهي فرصة. صائم بالنهار قد رق القلب وصفى الجوف وخلى القلب، قائم بالليل فأمطرت عليك سحائب الرحمة بما سمعت من القرآن وما تلوت من القرآن وما حضرك من خشوع في دعاء وذكر وإقبال على الله. أحضر عبادات قلبك التي ربما شحت عليك في غير اعتكاف، أنت ها هنا في فرصة سانحة فلا تفوتها، وفي أوقات فاضلة فلا تفرط في غير ما يمكن أن يكون أجمل وأعظم وأمتع ما تجده في اعتكافك، لذة قلبك بعباداته. والله يا كرام،
أكثر المعتكفين اعتكافا، أكثر المعتكفين اجتهادا في أيام اعتكافه، هو أسعد الناس بعيده بعد الاعتكاف، يشعر أن للعيد متعة ولذة كلما استغرق في اعتكافه اجتهادا في طاعة الله وإقبالا على مرضاته ومسارعة إلى أبواب القربات التي تزيده من ربه قربة وصلة. سادسا، إدمان الذكر وإكثاره في هذه الأيام الفاضلة ليلا ونهارا. ذكر الله عز وجل بكل صوره وكل أذكاره وبكل أنواعه، أذكار الصباح والمساء، أذكار الصلوات وأدبار الصلوات، الإكثار من الاستغفار والتسبيح والتكبير، القرآن من أجل ذكر الله عز وجل. لكن اجعل لنفسك نصيبا وافرا من تلك الأدعية التي دلت عليها الشريعة وأخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أنها من الكلام الذي يحب الله من العبد أن يسمعه. قال عليه الصلاة والسلام: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أخبرنا عليه الصلاة والسلام بقوله: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اجعل لنفسك وردا واسعا منها. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تفريج للكربات ومغفرة للذنوب وعبادة يحبها الله عز وجل لحبه نبيه صلى الله عليه وسلم. ولك بكل صلاة عليه صلى الله عليه وسلم 10 صلوات من ربك تمطرك، فكيف وأنت معتكف في بيته جل وعلا. يقول ابن القيم رحمه الله: أفضل أهل كل عبادة أكثرهم ذكرا لله فيها. قال: فأفضل أهل الصلاة أكثرهم ذكرا لله في صلاته، وأفضل أهل الصيام أكثرهم ذكرا لله في صيامه، وأفضل أهل الحج أو الحجاج أكثرهم ذكرا لله في حجه. فانظر عبد الله، ما نصيبك من ذكر الله وأنت في بيت الله؟ أنت مقبل على بيته، مقيم به، نائل من كرامته وضيافته وإكرامه لوافد بيته، ما هو أهل له سبحانه؟ فانظر كيف أنت مشتغل بذكره سبحانه عن ما سواه. سابعا وأخيرا من الوصايا والمسائل التي نتواصى بها يا كرام، مراتب الاعتكاف ودرجاته. أكملها اعتكاف 10 كلها سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه كما سمعت في الأحاديث التي مضت اعتكف 10 الأواخر من رمضان، وذلك يكون بغروب شمس يوم 20 حتى غروب شمس آخر أيام رمضان ورؤية هلال العيد أو إتمام رمضان 30 يوما وليلة. هذه أكمل مراتب الاعتكاف، وهي أدعى إلى نيل الخير والفضل والبركة في 10 كلها، لا يفوته منها شيء. ومن أهل العلم من قال: إنما يحصل الاعتكاف بعد صلاة الفجر من أول أيام 10، كما دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم آنفا. يلي هذه المرتبة الكاملة اعتكاف بعض ليالي 10 لا كلها، لمن لم يقدر على اعتكاف جميعها، كأن يخصص ليالي الوتر منها فيعتكفها. أصحاب أعمال ووظائف أو مرتبطون بمهمات لا يتسنى لهم فيها اعتكاف 10 كلها، فالمرتبة التالية أن يعتكف بعض ليالي 10 كليالي الوتر، أو ربما ما تيسر له إلا اعتكاف ليلة واحدة منها بحسب فراغه أو ما تيسر له، أو تحرى ليلة يظنها الأغلب على الظن أنها ليلة القدر فتفرغ لها واعتكف فيها. يلي ذلك اعتكاف بعض ليلة من ليالي 10، كما أسلفت لبعض من لم يسع وقته أو وظيفته أو عمله أو شواغله، لكنه حريص على ألا يفوته الخير، فبعض الخير أو ما لا يدرك كله لا يترك كله، فحرص واجتهد وجاهد فما وجد إلا بعض ليلة، كأن يكون حاضرا صلاة العشاء والتراويح في المسجد فيبقى فيه إلى آخر الليل، إلى أن يشهد صلاة آخر الليل فينصرف مع السحور قرب الفجر. وهذا أيضا وإن كان فيه فضل لكنه دون الذي قبله، وهو في الأخير خير من ترك الاعتكاف جملة وتفصيلا. يلي ذلك الاعتكاف ولو بجزء قليل من الليل ولو ساعة، لكنه ينبغي أن يكون مصحوبا بنية الاعتكاف. أتى المسجد
فأراد أن يبقى من صلاة العشاء إلى نهاية تراويحه مع الإمام، ينوي أن يكون مدة بقائه في المسجد اعتكافا، يحصل له ذلك. أتى المسجد ظهرا فبقي فيه إلى العصر يقرأ كتاب الله ويكثر من ذكر الله ومن دعائه، ينوي بذلك الاعتكاف، صح ذلك منه. قال الحافظ ابن عبد البر: ولا حد لأقل الاعتكاف عند أكثر الفقهاء، فيصح ذلك بأقل مراتبه ولو قل كما تقدم. هذه جملة موجزة أيها المباركون من الحديث عن مسائل الاعتكاف ووصاياه، أردناها أن تكون تواصيا فيما بيننا على هذا الباب العظيم من أبواب العبادة، يذكر بها بعضنا بعضا، فرب مبلغ أو عام سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى هو من أفقه منه. باب الله عز وجل من الكرم والعطاء وفضل النعمة عظيم هذه الأيام، والعباد فيها يتسابقون في الخيرات. وما مثل رمضان يا كرام والعشر الأواخر منه خاصة إلا كمثل سحابة أظلتنا فوق رؤوسنا ومطرها وابل صيب كثيف عظيم كثير الماء، وبيد كل واحد منا آنيته، فجعلها فوق رأسه يجمع من ماء المطر الذي يصب فوق رأسه صبا بقدر ما يريد وما يسع ما معه، فمنا من يحمل إناء صغيرا، ومنا من يحمل إناء واسعا، ومنا من يحفر في الأرض حفرة واسعة يجمع فيها من الماء ما يسقيه مدة عام. يا كرام، ليلة القدر التي قال الله فيها: وما أدراك ما ليلة القدر، لا تبلغها العقول. فلهذا جعل التعبير عن عظمتها بهذه الصيغة: وما أدراك ما ليلة القدر. قال: ليلة القدر خير من ألف شهر، ليست تساوي ألفا، قال: هي خير من ألف شهر، يعني العمل فيها خير من العمل في ألف شهر. أرأيتم لو قيل لأحدكم: إن سوقا بالبلد فيه ليوم من الأيام، من يحضر فيه بضاعته يعطى ألف ضعف بسعرها وقيمتها، فالذي تبيعه بعشرة نعطيك فيه 10,000، والذي تبيعه بمئة نعطيك فيه 100,000، والذي تبيعه بألف نعطيك فيه 1,000,000 مليون. بالله عليكم، من سيترك السوق؟ والله لا أحد. لكن قيل لك: شرط ذلك أنها ليلة من الليالي في السوق لا يدرى ما هي، لكنها واحدة في العشر المقبلة، والله لنرابطن في السوق بأنفسنا وأزواجنا وأولادنا، لأنها سوق رابحة، خير من ألف شهر، الضعف عظيم ها هنا والجزاء كبير، لكن الموفقين الذين يفطنون إلى ذلك فيدركون أنها سوقا رابحة تستحق أن تترك البيوت والدنيا والشواغل والصوارف لأجلها. فأقبلوا عباد الله على رب كريم عظيم العطاء، كريم جواد، يعطي ويرزق من يشاء بغير حساب. أقبلوا على ليالي أخبر فيها الحق سبحانه أنه غفار الذنوب وأن له عتقاء من النار كل ليلة. أقبلوا على أيام عظيمة فيها هبات ونفحات، طوبى لمن تعرض لها فأصاب منها. أقبلوا على ليلة تصافحكم فيها الملائكة، تجالسكم فيها في مواطن الذكر، تؤمن فيها على دعائكم. أقبلوا على ليالي فيها ليلة تقدر فيها مقادير الخلائق لكل عام. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: يكتب في ليلة القدر كل شيء، حتى الخصب والمطر والقحط والجدب والحاج والداج والعزيز والذليل وما يكون في سائر السنة. فليت شعري: من ذا الذي يدركها قائما لله يصلي، بين يديه يدعو، ساجدا على أعتابه يبكي؟ بالله أي قدر سيصيبه من رحمة الله وفضل الله وما يكون له في عامه ذاك؟ حدثني الآن، إذا كان هذا آخر رمضان تشهده هذا العام، وهذه آخر لياليك التي لن تبلغها عاما آخر، كيف ستعيشها؟ ها أنت فيها اليوم إلى صلاة العصر تصلون على الجنائز يا كرام، وسنصلي عليها بأمر الله إلى ليلة العيد. والله إني لأجزم أن بعض هؤلاء قد جهز ثوب العيد كمثلي ومثلك، وما كان يدري أنه يتركه ليلبس الكفن. أفتضمن لي أنت الآن أن تبلغ آخر الشهر؟ فإن لم تضمن فأقبل على كل ساعة تمر بك وكأنها آخر ساعة. شعور الوداع يبعث في النفس همة ونشاطا،
وصدق إقبال، يبدد عنها الفتور، يذهب عنها السآمة والملل والتعب، ويجعلها تأنس بالطاعة تستلذ بها. ولنا في الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أسوة عظيمة، علمنا كيف يكون الاجتهاد. يضرب له الخباء في المسجد لئلا يشتغل بأحد، يصلي الصلوات في المحراب إماما بصحبه الكرام رضي الله عنهم، فيعود إلى الخباء. ما الخباء؟ الخيمة الصغيرة، القبة الصغيرة من الصوف، من الوبر، من غيرها. وما هي حجراته؟ الملاصقة للمسجد، يفتح بابها على المسجد، وأقرب ما يكون إلى مسجده بيوته وفراشه وحجراته صلى الله عليه وسلم. لكنه كان يعلمنا كيف يكون الاعتكاف تفرغا تاما. يضرب له الخباء وقد ترك الزوجات وراء هذا الجدار في حجراته، وقد ترك الأصحاب وراء هذا القباء بقماشه أو وبره أو صوفه. يصلي فيدخل، ثم يخرج للصلاة التالية ويدخل، ليبقى مدة اعتكافه منفردا غير منشغل بأحد، لا يقابلهم ولا يقابلونه إلا لما لا بد منه. يدخل البيت لأجل حاجة الإنسان ولا يمكث فيه صلى الله عليه وسلم. يمد رأسه إلى عائشة رضي الله عنها وهي في حجرتها، فترجل رأسه الشريف عليه الصلاة والسلام. التأسي بهديه كمال وشرف ونيل لأعلى درجات الأجر والثواب عند أكرم الأكرمين. اللهم فإنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا في عشرنا المباركة هذه من خيرة عبادك الصالحين وحزبك المفلحين وأوليائك المتقين يا رب العالمين. اللهم هؤلاء عبادك الصوام القوام، قد اعتكفوا في بيتك دون بيوتهم، فأكرم يا ربي وفادتهم وأجزل عطاءهم وأخلص لنا ولهم النية وصلاح القلب يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا من أقرب من تقرب إليك، ومن أوجه من توجه إليك، ومن أخصهم زلفى لديك يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا حي يا قيوم. رباه إن الفضل فضلك، والخير خيرك، والعبد عبدك، والكرم كرمك، والعطاء عطاؤك، ولا رب لنا سواك. اللهم فأعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا يا رب وارض عنا، واختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، وبلغنا فيما يرضيك عنا آمالنا يا جواد يا كريم يا ذا المن والعطاء يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. واحفظنا والمسلمين جميعا بحفظك من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا شهر رمضان بخير وعفو ومغفرة وعتق من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، واعف عن والدينا، واعف عن أزواجنا وذرياتنا يا حي يا قيوم يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل صيامنا وقيامنا، وأجب دعاءنا، وأعتق من النار رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا، إله الحق يا سميع الدعاء. اللهم أنت الكريم المنان الجواد ذو الفضل والعطاء، يا من ترزق من تشاء بغير حساب، يا من تهدي لنورك من تشاء. نسألك يا رب نورا من عندك يهدي قلوبنا ويصلح أحوالنا ويبصر قلوبنا بما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم قدنا إلى طاعتك، وخذنا إلى مرضاتك، واغفر لنا ما كان منا، وتجاوز عنا، وأنت أكرم الأكرمين. اللهم لا تصرف هذا الجمع إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعمل صالح مبرور، يا حي يا قيوم، يا جواد يا عزيز يا غفور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا
لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم رحمة واسعة سعة سمائك وأرضك يا حي يا قيوم. اللهم تولهم بعنايتك وأكرمهم بكرامتك وارفع في الجنات درجاتهم، واجمعنا بهم وأزواجنا وذرياتنا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل دائرة السوء تدور عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين وولي عهده لكل خير وهدى وسداد ورشاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم هؤلاء وافد بيتك الحرام من المصلين والعاكفين والعمار والزوار، قصدوا بيتك الحرام يرجون ما عندك وأنت أكرم الأكرمين. اللهم فأكرم وفادتهم وأجزل عطاءهم. اللهم آت لكل سائل سؤله وحقق لكل مؤمل فيك ما أمله. اللهم من أكرم وفدك فأكرمه، ومن أعانهم فأعنه، ومن حفظهم فاحفظه، ومن يسر عليهم فيسر عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، أزكى صلاة وأتم سلام، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.